حقق اللقب مرة واحدة مع فريق نادي ريال مدريد. لكن المباراة في هذه البداية الأولى الجميلة المثيرة، فرناندينيو يفقد الكرة الماضية، هذه خطيرة بالفعل في المكان الخطير، فرصة وتصدي خيالي، تصدي خيالي من كابايرو. امبابي كاد أن يفتح التسجيل وكاد أن يأتي بالهدف الأول، لكن تصدي خيالي آخر من كابايرو. كابايرو بالفعل أمام الشاب الصغير، أكبر لاعب في المباراة أمام أصغر لاعب في المباراة. كانت اللقطة الماضية لعبة في منتهى الروعة، والكرة من ذهن هذه خطيرة، فرصة والتصدي ولا زالت جول. نعم يتقدم موناكو، يتقدم موناكو في وقت مبكر تماما، 7 دقائق. ياتي الصغير، ياتي مبابي الشاب الصغير ويعلن الفرح ويصدر الفرح في مدرجات ملعب لويس الثاني. المرور من مندي، التسديدة الأولى قوية والثانية كذلك أيضا قوية، وبعد ذلك يتابع الكرة ويسجل نادي موناكو هدف المباراة الأول. هذه اللعبة وضع قدمه اليمنى وكانت إلى الشباك، ويا له من هدف ويا لها من فرحة كبيرة في المدرجات، لأن موناكو تقدم. كرة القدم يقوم بأمور وربما المدرب خطيرة. فابينيو يأتي بالثاني، فابينيو يسجل هدف موناكو الثاني، ويتقدم موناكو بهدف ثاني. هدفين لموناكو في ليلة مجنونة أخرى. نعم فابينيو هو اللي تقدم، هو اللي سجل، لكن العمل كل العمل، العمل كل العمل. هذه الكرة هنا وصلت وجاءت بعد ذلك من جانب ليمار، ليمار إلى من؟ إلى مندي، جاء بالعرضية، ما كان مراقب إطلاقا، ما كان مراقب. نعم فابينيو يأتي في هذا المكان السهل ويضع قدمه، ومن القدم إلى الشباك يتقدم، يتقدم فريق موناكو بهدف ثاني. ويا لها من نص ساعة مجنونة، نص ساعة مجنونة. نعم الأمير